إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، هذه المحاضرة بعنوان مسؤولية المسلم في هذه البلاد، مسؤولية المسلم الذي يعيش في هذه البلاد، أو دور المسلم الذي يعيش في هذه البلاد. لكن مسؤولية يعني كلمة شرعية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مسؤولية المسلمين في هذه البلاد. وكنت قد أشرت في بداية افتتاح هذا الملتقى إلى ثلاثة أمور يدور حولها موضوع هذه المحاضرة، ويمكننا أن نقول إن هذه الأمور تدور حول أمرين: الأمر الأول حماية النفس ووقايتها من الهلاك، الأمر الثاني إنقاذ ما يمكن إنقاذه من المسلمين وغير المسلمين. فهاتان أو هذان واجبان. الواجب الأول حماية المسلم لنفسه ووقايته لنفسه من الهلاك والخسران. الأمر الثاني إنقاذ ما يمكن إنقاذه من المسلمين الذين يعيشون في هذه البلاد وغير المسلمين. وعليه فهذه المسألة الثانية تنقسم إلى مسألتين: دعوة المسلمين الذين يعيشون في هذه البلاد ويفرطون في الإسلام، والثاني هو دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، دعوة المسلمين إلى الإسلام الحق، إلى ما كان عليه السلف الصالح، دعوة غير المسلمين إلى الدخول في الإسلام. هذه ثلاثة أمور يمكن أن نلخص فيها دور المسلم أو مسؤولية المسلم الذي يعيش في هذه البلاد. ولا شك أن هذا الأمر الأول هو الأهم، لأن الله عز وجل قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، ولم يقل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بغيرهم، وإنما قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. الأمر الثاني هو إنقاذ الغير، وهذا لا يكون إلا بعد الأول، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله تعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذن أنت أولا يجب أن تنجي نفسك، يجب أن تنقذ نفسك، يجب أن تحمي نفسك من الضياع والهلاك. الأمر الثاني إذا استطعت أن تنفع غيرك فافعل، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عندما
نعود إلى أصل المسألة. لا شك أننا نتكلم عن دور المسلمين الذين يعيشون في هذه البلاد. أولا نسأل: متى يجوز للمسلم أن يعيش في هذه البلاد؟ هذا أمر مهم ولا بد أن يبينه قبل كل شيء. المسلم الذي نتكلم عنه الذي يعيش في هذه البلاد لابد أن يكون لمعيشته في هذه البلاد سبب، لأن الأصل أن المسلم لا يعيش في هذه البلاد. لا يجوز للمسلم أن يتخذ هذه البلاد وطنا ومسكنا دائما، لا يجوز أن يعيش فيها بهذه النية، هذا غير جائز. وكما بين العلامة الفقيه الأصولي الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله أن الإقامة في هذه البلاد لا بد أن تكون لحاجة أو ضرورة. لا يجوز للمسلم أن يأتي إلى هذه البلاد أن يسافر إليها من الأصل إلا لحاجة أو ضرورة، وهذه الحاجة والضرورة أمثل للحاجة، الحاجة علاج، مسلم يحتاج إلى علاج ولا يجد هذا العلاج في بلاد المسلمين فجاء هنا يتعالج، التعليم يحتاج إلى علم ليس موجودا في بلاد المسلمين جاء ليتعلمه ها هنا، الدعوة إلى الله مثل مجيئي ومجيء المشايخ إلى هذه البلاد من أجل دعوة الناس وتعليمهم أمور دينهم، السفراء ورجال السلك الدبلوماسي كما يقال يمثلون بلادهم في هذه البلاد، هذه الحاجات الضرورات مثالها شعب شرب كالشعب الصومالي ما وجد بلادا تقبله إلا هذه البلاد فجاء إلى هذه البلاد مضطرا، هذه ضرورة. مسلم يقيم في هذه البلاد ويريد أن يهاجر منها لكن ما وجد بلادا تقبله، كلما ذهب إلى بلد قالوا له لا بد من إقامة لا بد من كذا ما تقبله يرجع، وهكذا يبحث عن بلد آخر يهاجر إليه وهكذا ما وجد بلدا تقبله فاضطر أن يعيش في هذه البلاد مضطر. فلا يجوز للمسلم أن يعيش في هذه البلاد إلا لحاجة أو ضرورة، فإذا زالت الضرورة أو قضيت الحاجة وجب عليه أن يعود إلى بلاد الإسلام. هذا أمر مهم لابد أن يفهم، فبعض الناس يتصور أن معيشته هنا وفي بلاد الإسلام سواء، بل بعض الناس يتخيل أن معيشته في هذه البلاد أفضل فيقول أنا هنا حر، ونسي هذا المسكين أنهم أعطوه هذه الحرية كما أعطوها لغيره، فكما أنه حر ابنته ستكون حرة تصنع ما تشاء، كما أنه حر زوجته ستكون حرة تصنع ما تشاء، يعني هم هنا يجعلون الإنسان عبد نفسه وعبد هواه يفعل ما يشاء. لا تستطيع أن تلزم امرأتك بشيء، لا تستطيع أن تلزم ابنتك بشيء، لا تستطيع أن تلزم ولدك بشيء، فأنت وإن ادعيت في نفسك أنك أفضل فالضحية ستكون في زوجك والمصيبة ستكون في زوجك وأولادك وبناتك. والمجتمع الأمريكي كما قلنا مرارا يتحدى، هو كالطاحونة، المجتمع الأمريكي كالطاحونة الضخمة يمكن أن تقبل أي كمية من البشر لتطحنها. تعالوا إلى بلادنا يأتون المسلمين إلى هنا، يتصور الإنسان أنه حر نفسه، أنه حر نفسه، تتصور المرأة أنها حرة نفسها، ثم يأتي الأولاد، جيل الأولاد يفقد اللغة، يخرج مسلمون لا يعرفون العربية، ثم يأتي أولاد الأولاد يفقدون اللغة والدين. لذلك يشترطون في الرئيس الأمريكي أن يكون أجداده أمريكيين، أن يكون حفيدا لأمريكي، لا يكفي أن يكون ولدا لأمريكي، لأنهم يضمنون في الأحفاد أنهم أمريكيون 100%، وبالتالي من يترشح لرئاسة أمريكا لا يمكن أن يكون مسلما بل سيكون أمريكيا صرفا، أمريكيا قلبا وقالبا لفظا ومعنى. فالشاهد أنك إذا أقمت في هذه البلاد فأنت تضيع أسرتك، تضيع زوجك، تضيع أولادك، تضيع بناتك، تضيع أحفادك. هذا الحفيد الذي سيخرج على غير الإسلام أنت المسؤول عن مجيئه إلى هذه البلاد. فلا يجوز لمسلم أن يقيمها هنا بنية الاستقرار
وبنية المعيشة الدائمة، بل لا بد أن يبحث له عن مخرج، لا بد أن يبحث له عن طريقة يخرج بها من هذه البلاد. إن كان يقيم فيها لضرورة فلا بد بمجرد زوال هذه الضرورة أن يعود إلى بلده، وإن كان يقيم هنا لحاجة فلا بد بمجرد زوال الحاجة، بمجرد قضاء الحاجة، أن يعود إلى بلاد الإسلام من جديد. واعلموا بارك الله فيكم أن الحاجة المادية ليست ضرورة، فإنك سيصلك رزقك في أي بقعة من بقاع الأرض، فرب العزة سبحانه وتعالى يقول إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. لكن الذين يعيشون في هذه البلاد من أجل الدولارات، لو قلت لهم عودوا إلى بلاد الإسلام يشترط أنه يعود إلى بلاد غنية، ما يعيش في بلاد مسلمة فقيرة، يشترط أنه يعيش في نفس المستوى الذي يعيش فيه هنا، هذا من أجل الدنيا. فبارك الله فيكم، ابتداء لا يجوز للمسلم أن يعيش في هذه البلاد بنية الاستقرار وبنية الحياة الدائمة وبنية أن يعيش أولاده وأحفاده هنا ليكونوا أمريكيين صرفا، هذا غير جائز شرعا، بل لا يجوز أن تبقى هنا إلا لحاجة أو ضرورة، وبمجرد زوال الضرورة يجب عليك العودة، وبمجرد قضاء الحاجة يجب عليك العودة. فهذا أمر مهم قبل أن نبدأ ما مسؤولية المسلم الذي يعيش في هذه البلاد. Assalamu alaikum wa rahmatullah. The sheikh began by praising Allah subhanahu wa ta'ala and sending the salah and the salam upon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and by reciting to us khutbat al-hajah that I'm sure we are all well aware of, and by testifying that there is no god or deity worthy of any type of worship except Allah, and that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is a slave and final messenger, and by reminding you by reciting from Surah Ali Imran, Allah says what means, O ye who believe, fear Allah the fear that He is most deserving of you, and do not die unless you are in the state of al-Islam. He continued by saying, as to what follows, my brothers and sisters, the topic or the title of our lecture with you here today is given the title of the responsibility of the Muslim living in these lands. What are your responsibilities and what are your duties? For we see the Prophet ﷺ said, for every person there is a certain responsibility and duty that has been delegated to him by Allah subhanahu wa ta'ala. He said, we will discuss with you two main points that are of extreme importance in clarifying this topic, the responsibility that you must have in this land. First, how to protect oneself. How do you save oneself, yourself? How do you ensure that you will be given salvation by Allah subhanahu wa ta'ala? How do you protect yourself and family? And second, how do you try or how do you save others from society? And this is broken into two minor points. How you help Muslims recognize the rights of Allah subhanahu wa ta'ala and return to Him after sin, and how to spread the da'wah of al-Islam to those who do not know Allah. So therefore, how to save oneself, how to remind the Muslims of their duties to Allah, and how to instill in the disbelievers, those who have not yet learned of Allah subhanahu wa ta'ala, their responsibilities to Him and the importance of al-Islam. He says, no doubt the first point is the most important point in the life of any Muslim living in these countries. How to protect oneself and save oneself to ensure salvation. For we see Allah subhanahu wa ta'ala says, إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ. Allah will not change the situation of a person or a people until they themselves change it. Allah did not say Allah will not change the situation of others or of what others will do according to you. No. How you will change yourself. If you change yourself and come to Allah, He will give you the help. And therefore the second two points, which is helping Muslims and non-Muslims recognize their duties to Allah, they will follow naturally. For as the Shaykh said, how can someone instruct someone, فَأَخُذِ الشَّيْءِ لَيُعْطِيهِ. If you yourself do not have the knowledge of how to save yourself, how are you going to teach it to others? How are you going to teach others the way to Allah if you yourself don't know it? فَأَخُذِ الشَّيْءِ لَيُعْطِيهِ. Cannot give it.
You cannot bequest something that you yourself have no knowledge of. And he recites to us from Surah Al-Tahrim, where Allah subhanahu wa ta'ala says, Ya ayyuha alladhina amanu, O ye who believe, save yourselves and then your family. Save yourselves and your families from the fire. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ That will be fueled by stones and people. عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَابٌ شِتَادٌ The keepers of the fire, those who will be guards on the fire, are malaika, who are strict and never disobey Allah subhanahu wa ta'ala. So therefore we must recognize that we have a duty to ourselves and also a duty to others. He says, in beginning to understand the first point that we will begin to discuss with you, which is how to protect oneself, we must recognize first who has the right to be in this country, or in these type of countries, in these secular Western countries, non-Muslim countries. Who is the one that is permitted to be here? Before we begin in how to protect oneself, are you even allowed to be here? He says, as Shaykh al-Uthaymeen, hafidhahullah, he gives two very important distinct points. He said a person may remain in the lands of the disbelievers for one of these two reasons. Either for a need or a necessity. He is needing of something. For example, he is coming here to learn something that he cannot find in his country, in the Muslim land. So he comes, acquires this specialized knowledge and returns. Or a necessity. He is in need of medical attention that he can find nowhere else except here. So therefore he can come for this limited time until his need and necessity are removed from him. Or a person finds himself in a situation where he is a refugee. He is persecuted in his own lands and in the other lands where he has no place that he can have safety and security from outside influences. Therefore he may come as a refugee, hoping that he will return to the lands of the Muslims as soon as possible. So therefore the intention inside every Muslim must be that they are instilling in themselves and in their children that this is not their primary land. They have Muslim nations that they are struggling and striving, trying to reach and to come to and to enter in. He explains to us, a person may enter this land and think that he has been given freedom. Yes, you are free to do, you think you have been given freedom to do whatever you wish, but this same sort of freedom and mentality has also been given to your daughter and to your wife and to your sister. Therefore nothing can be enforced upon them and they do not have to conform to our values and traditions if they do not want to. And therefore we see that American society is built on the fact and the Sheikh gives us a simile or a parable that it's like a grinder. You enter in it and when you come out you are grinded. There's no difference between you and someone else, Muslim or non. And therefore he says, you will get freedom and your children will lose their language and your children's children will lose their culture and religion. And therefore when you see in the US presidency, a person cannot become president in the US law, as the Sheikh explains, unless his grandparents are American. Why? Because it instills and makes sure in American society that the person is conforming to the American ideals. He continues also by saying, in remaining in this land and not having the desire and the will and the intention to return to your homeland or the land of the believers, if you yourself do not have an indigenous homeland, you will begin to lose your lineage and there is no way to escape it. Someone from your family will be lost. And this is something that you must realize is a reality. He also makes a good point to us that emphasizes that materialistic gains is not a valid religious excuse for a Muslim to remain here. A Muslim cannot say, well, I'm here because I need money. And therefore he says that many Muslims fall into a major problem and a complex where they think they cannot make hijrah to another land unless they are at the exact same level that they are in here. The car they drive here, they want to drive a similar one there. And this is not something that will be always applicable. So therefore Muslims must change their mentality and look to what Allah subhanahu wa ta'ala has offered for us. Allah tells us that this whole earth, it's all His dominion.
And in it we are to go throughout the earth to seek His sustenance. Allah subhanahu wa ta'ala will give you your rizq, your sustenance, wherever He wishes. So therefore it is not something that you are to say, this land is a poor land, I cannot go there. Allah will give you your sustenance and your rizq wherever it may be. For it is something that has been written. Therefore we understand that in beginning, in introducing our topic, that these are the types of people, those who are in need or necessity or have nowhere else to go, these are the ones that are to remain here with the intention of returning to the lands of the Muslims. اشترط الشيخ ابن عثيمين حفظه الله ثلاثة شروط اشترط ثلاثة شروط لمن يأتي إلى هذه البلاد حتى وإن كان لحاجة. الشرط الأول أن يكون هذا الشخص قادرا على إقامة دينه وإظهاره في هذه البلاد، أن يصلي وأن يصوم وأن يحجب امرأته إن كانت معه، أن يكون قادرا على إقامة دينه. فإذا كان غير قادر على إقامة دينه لا يجوز له الإتيان إلى هذه البلاد، هذه واحدة. الشرط الثاني أن يكون هذا الشخص عنده من العلم بالإسلام ما يحميه من فتنة الشبهات، ليس هو من هذا النوع الضعيف في إسلامه، ليس من النوع الجاهل الذي يأتي هنا فيلبسون عليه الأمور، يقولون له نبيكم قد تزوج تسعة، أو أنتم تظلمون المرأة تعطونها نصف يعني نصيب الرجل فقط. يكون عنده من العلم بالدين وبالإسلام ما يأمن به على نفسه من فتنة الشبهات، ليس هو من هؤلاء المسلمين الضعاف الجهلة الذين إذا قيل لهم شيء فتنوا في الدين. الشرط الثالث أن يكون عنده من التقى والورع ما يأمن به على نفسه من فتنة الشهوات، ليس هو من هذا النوع الذي ينجرف وراء شهوات بطنه وفرجه، يمشي وراء النساء أو يشرب الخمور، ليس هو من هذا النوع. فهذه ثلاثة شروط لمن يأتي ويحضر إلى هذه البلاد محتاجا محتاجا. الشرط الأول أن يقدر على إقامة دينه وأن يظهر دينه. الشرط الثاني أن يكون عنده من العلم بدين الله ما يأمن به على نفسه من فتنة الشبهات. بعضهم يأتي لهذه البلاد يدخل إلى محل البيع، يجد الباب يفتح وحده يغلق وحده، يرتد عن الإسلام لمجرد أن الباب فتح ويغلق بالكهرباء. يقول هؤلاء المسلمون متخلفون، وهؤلاء المسلمون هم السبب في تخلفي، وهذا الإسلام هو السبب في تخلفنا. هذه الأمم عندهم أبواب إلكترونية. مثل هذا كيف لو رأى من يقول للسماء أمطري فتمطر وللأرض أنبتي فتنبت؟ إذا جاء الدجال أعاذنا الله جميعا من فتنته، إذا كان يفتن بسبب باب أو بسبب صعود الصواريخ إلى السماء، فكيف إذا رأى من يقول أمطري ينزل مطر، وإذا رأى من يقول هكذا يطلع زرع؟ إذن لابد أن يكون عنده من العلم بدينه، يكون قويا في الدين بالعلم بالإسلام بحيث يأمن على نفسه من فتنة الشبهات. الشرط الثالث أن يكون عنده من التقوى والورع ما يأمن به على نفسه من فتنة الشهوات. The Shaykh continues by saying, once we have understood the need and the necessity that Shaykh Al-Uthaymeen has stipulated, he makes three conditions for those who have a need or a necessity or are refugees. For those who are coming to these lands or are residing in it for a valid reason, they must fulfill, they must have three characteristics. The first of which is they must be able to enforce and have the ability to live a Muslim life. They must be able to have the freedom to establish Islam. Therefore, there must be the ability for his wife to wear hijab, for him to pray, for him to fast, for him to give zakah, for him to have the ability to practice the sha'air of Islam. The second criteria is that the person must have the sufficient knowledge, the sufficient amount of ilm that will protect him from the doubtful actions or the doubts that the disbelievers will try to push upon him. So he must have the sufficient knowledge to be able to quell the fitna of doubt.
to be able to fend off the attacks of those who do not know. The Shaykh gives us the example of a person, someone who comes from a Muslim land that is impoverished, that doesn't have a lot of wealth, no technology. Some of them will come and they will see the doors open electronically. And this will be something that will cause them, in some cases, to relent and to leave their belief, thinking, if they, the disbelievers, have this technology and this ability, surely they are better than the Muslim lands that I am from. And the Shaykh says, how can someone who is so weak, how will he withstand the fitna when a Dajjal, the Antichrist, al-Masih al-Dajjal, shall come, and he shall speak to the sky, and he shall say, sky, bring down rain, and it will rain. Earth, plant your vegetation, and it will grow at his command. How will a person who is so weak, how will he withstand the fitna of a Dajjal? Another and third and final point, therefore we have said, he must have the ability to establish Islam, be able to pray, fast, and have the right to do so. Second, he must have the sufficient amount of knowledge, ilm, that he can fend off the attacks of the disbelievers and not listen to the doubtful inspirations of them. Third, he must have a high enough level of piety and taqwa that he is saved from the lustful desires, meaning that he can control himself. Not once he sees an uncovered person, he will fall into the temptation. Or sees food or alcohol or drugs, he will fall into it. If he does not have these three, if he cannot meet these three criteria, he is not permitted to reside in the land, even if he is in need or necessity or a refugee who has no place to go. So therefore, he must have, first, the ability to establish the religion, second, sufficient knowledge to protect himself from the accusations and from the doubtful thoughts, and third, he must have a high enough level of piety and taqwa to restrain himself from disobeying Allah subhanahu wa ta'ala. والآن بعد أن عرفنا متى يجوز لكم أن تسكنوا هذه البلاد وما هي الشروط. إذا سكنتم لحاجة أو ضرورة ماذا ينبغي عليكم؟ أولا ينبغي عليكم المحافظة على أنفسكم، وقاية أنفسكم وأسركم، هذا أول واجب. لا يجوز لك أن تنشغل بغيرك عن نفسك. وكانوا في بلادنا يقولون إن عدد الإخوان المسلمين في عهد حسن البنا رحمه الله بلغ مئات الألوف مسجلين في هذه الجماعة، فانشغلوا بغيرهم، بينما لو أصلح هؤلاء كل واحد زوجته وأولاده لانصلح حاله من أولها إلى آخرها، لكنهم شغلوا أنفسهم بالآخرين، شغلوا أنفسهم بمنازعة أولياء الأمور، شغلوا أنفسهم بالوصول إلى السلطة، شغلوا أنفسهم بالمسلمين في المشارق والمغارب، والإنسان منهم عاجز عن إصلاح نفسه وأهله وأولاده. لو أصلح كل واحد من هؤلاء مئات الألوف نفسه وأسرته لم صلح حال البلد، ولخرج من هؤلاء الصالحين من يحكمها بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنتم بارك الله فيكم لا تنشغلوا بغيركم. وصدق والله شيخنا الألباني رحمه الله من درره ومن حكمه التي كان يقذف الله بها على لسانه أنه قال إن الشرع الآن ينقسم إلى قسمين، التكاليف الشرعية الموجودة في الكتاب والسنة تنقسم إلى قسمين، قسم يقدر الناس على العمل به وتنفيذه، وقسم لا يقدرون الآن لا على العمل به ولا على تنفيذه. فأكثر المسلمين انشغلوا بما لا يقدرون على تنفيذه عما يقدرون على تنفيذه. وأذكر أن واحدا يعني ربنا أعطاه شيئا من الحكمة في ذلك الوقت، وجد شخصا يعني متحمسا وهو يقول ماذا نصنع للإسلام الآن، المسلمون يذبحون هنا وهناك ويفعل بهم وكذا وكذا، ماذا نصنع نحن الآن هنا جالسون لا نستطيع أن نصل إلى إخواننا هؤلاء، ماذا نصنع كيف نعمل وهذا الإسلام مضطهد.
فنظر هذا الشخص إلى هذا المتكلم وجد شاربه يتدلى على فمه، قال له تعرف ماذا تصنع؟ قال له ماذا أصنع؟ قال قص شاربك. هذا تعجب، إيش يقول شارب؟ قال نعم هذا أنت تقدر عليه الآن. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يأخذ من شاربه، فأنت تقدر الآن أن تقص شاربك. ثم دعوت لهؤلاء المسلمين يستجيب الله لك، أما أنت تجلس تقول ما بال الناس ما بال الناس ما بال الناس ما بال الناس، وماذا انتفع الناس منك به؟ ولا شيء، ما نفعت المسلمين بشيء، إلا ما بال الناس ما بال الناس. هلك المسلمون هلك المسلمون. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم قال إذا هلك، إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، أي إذا انشغل الإنسان بغيره هلك الناس هلك الناس، ما عنده إلا هلك الناس، هلك المسلمون فهو أهلكهم، فهو أشدهم هلاكا. ويقرأ هذا الحديث على وجه آخر، إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، أي هو الذي تسبب في هلاكهم. والحديث يقرأ على هذين الوجهين، وهو على الوجهين صحيح المعنى، إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، أي فهو أشدهم هلاكا لأنه انشغل بغيره عن نفسه. وعلى الوجه الآخر إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، أي هو الذي تسبب في هلاكهم. فنقول الآن للمسلمين أنتم كفار، الحكام كفار والمحكومون كفار، وأمريكا مسلمون، بل بعضنا صار يمدح الكفر وأهله يقول هنا الإسلام الحقيقي في أمريكا، أما هؤلاء المسلمون هم الكفار، بل بعضنا يهاجم بلاد الإسلام وهو يعيش في بلاد الكفر ويقول لابد أن تكفروا بالطواغيت وهو يعيش بين الطواغيت. فهو أهلاكهم، كيف؟ أي هو الذي تسبب في هلاكهم. فأنت عندما تقول لمسلم أنت كافر ما يسمع منك شيئا، بل يزداد بعدا على بعده، كمثل رجل يغرق في الماء، يغرق وهناك أناس على الشاطئ، فهو يقول لهم أنا أغرق أدركوني أدركوني انقذوني، فإذا بهؤلاء بدلا من أن يمدوا يده له يد المساعدة أو أن يلقوا له بحبل نجاة أو بطوق نجاة، إذا بهم وهو يصارع الأمواج يقولون له يا مسكين ما الذي أنزلك إلى هذا المكان وأنت ما تحسن السباحة، هل هذا عمل يقوم به عاقل؟ فهذا الرجل الذي ينتظر أحد يساعده لما سمعهم يوبخونه لماذا تنزل ها هنا وأنت لا تحسن السباحة، لما سمع هذا التوبيخ والتقريع انهارت قواه وخارت، ما استطاع أن يقاوم الأمواج، كان عنده بقية قوة يحتاج فقط إلى من يساعده في النجاة، فلما سمعهم يقولون له ما الذي أنزلك ها هنا، هل هذا عمل يقوم به أحد من العقلاء، انهارت قواه وغرق فعلا، فهو أهلكهم، أي فهو الذي تسبب في هلاكهم. إذا أول واجب نجاة نفسك، نجي نفسك وإن لم ينجو أحد، لن يسألك الله عز وجل عن الناس وأنت عاجز عن إنقاذ نفسك، أنقذ نفسك أولا، عليك بنفسك، عليك بنجاة نفسك، ثم عليك بنجاة زوجك وأولادك، هذا هو الواجب الأول الذي يجب عليك الاهتمام به. The Sheikh Hafidhahullah continues by saying, after we have understood who is permitted to remain, what are the duties and the responsibilities? He says, first, most important is to save and ensure the salvation of oneself and family. You cannot be concerned with strangers when your immediate family are in direct peril and destruction. You must take care of your own before you can take care of others. He gives us a vivid example from Egypt in the early 1900s or in the mid-1900s. The da'wah or the action of the Ikhwan al-Muslimun, it reached a high fever or a high pitch. He
more than hundreds of thousands of people had officially registered as being part of this political group, or this Ikhwan al-Muslimin group. The Sheikh says, if they would have turned each and every one of them to their immediate family, Egypt would not be in the way it is today. There would be more Islamic influence. Yet what they did, they concerned themselves with political struggle, looking at how they can gain political power instead of bringing about an Islamic change to their immediate lives. So therefore they lost what could have been the strength that they could have gained. He also tells us, as Shaykh al-Albani, rahimahullah, he says in one of his vivid points, that the shara, the Islamic legislation and law, is now in our time split in two types. The first are the Islamic laws that every Muslim can obtain and can work with. Every Muslim can implement upon himself. He can pray, he can fast, he can do whatever he wills to fulfill his deeds as a Muslim. And the second type are things, legislations that he doesn't have the ability to enforce. Sheikh al-Albani says, Muslims have now focused on what they cannot enforce and left what they can enforce. They have left the things that they have control over to the things that they have no control over. An example of this was, a person was giving a lecture, or he was speaking in a high-pitched voice with strength, saying to the Muslims, the Muslim nation is destroyed, our brothers are being murdered, our sisters are such, there is no strength in Islam anymore. And one of the people of knowledge was sitting there looking at him. And he noticed that the person did not even practice the basic tahara. His mustache had grown to the extent that it was covering his lips. So this wise Muslim man turned to him and he said, well, why don't you do the basic thing that you yourself have control over? Don't you know that the Prophet sallallahu alaihi wasallam has said such and such, that the Muslim trims his mustache? How are you asking us to do something that we don't have control over, when you yourself cannot fulfill what Allah has obligated you with and given you the ability to control? Also, this is narrated to us in a hadith by Al-Imam Muslim, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, if you notice a person saying that the nation or mankind are destroyed or are in destruction, know that he is the most destroyed of them. He is the one who is in the most destruction. And in another narration of the hadith, another way of reading it or understanding it, the one who says that mankind or the nation is destroyed, he is the one that led them to destruction. How has he led them to destruction? The Sheikh gives us the example of a drowning man. He's in the midst of the waves and he's drowning. And he sees a group of people standing on the shore and he yells out to them, help me. And when they look to him, instead of throwing him a rope or diving in to save him, they just stare at him and they say, well, what made you go in the water in the first place? And by them saying this simple word, any motivation that he had to live and to struggle, hoping that he would be saved, was destroyed. So he gave up. If those who are standing and looking at me, you'll not send out a hand and try to help me, and all that they are doing is criticizing me, then there is no need in trying to save myself. So therefore they have destroyed him, although he may have been in a state of destruction already. So therefore, begin to focus upon yourself and upon your family, so that in so doing you will organize with all the other people a way of saving yourself, saving your family. It will bring forth a solid foundation that we will rise to the next level with, inshallah. So therefore the priority of the Muslim is himself, his immediate family, and then those who are nearest to him, inshallah. نأتي بعد ذلك للمسألة الثانية أو المسؤولية الثانية، وهي الدعوة بشقيها. دعوة المسلمين إلى الالتزام بالإسلام الحق، ودعوة غير المسلمين إلى الإسلام. هذا هو الواجب الثاني، والذي ينقسم إلى شقين، فيكون ثاني وثالث. فيجب عليك أولا أن تنجي نفسك. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون،
كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ فلا تعقلون. النفس أولا، ثم بعد النفس والأسرة، نفسك وأسرتك، اهتم بأسرتك، علمهم، وفر لهم الأشرطة والرسائل النافعة، واحرص على أن تعرف المنهج الصحيح لنفسك وأن تعرفهم المنهج الصحيح. ليس الإسلام هكذا دون تمييز. الإسلام يوجد الآن كثير من الناس ينتسبون إلى الإسلام، لكن من هو الذي على الإسلام الحق؟ إذن لابد أن تعرف الحق لنفسك وأن تعرف الحق لأسرتك وأولادك قبل أن تدعو الآخرين. يقول الله عز وجل: والعصر، يقسم الله بالزمن بالدهر، إن الإنسان لفي خسر، كل الناس في هلاك وفي خسارة إلا الذين آمنوا، عرفوا الحق وأيقنوا به والتزموه وعملوا الصالحات، عملوا ما قبلوه والتزموا به وآمنوا به، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأولا لابد أن تعرف الحق لنفسك وأن تعرفه لأهلك وأولادك، الحق الكامل الذي ليس بعده إلا الضلال. أما الآن كثير من الناس يقول لك الإسلام يوجد خميني عنده إسلام، ويوجد ترابي عنده إسلام، ويوجد شيعة روافض نواصب معتزلة خوارج، وفي عصرنا تبليغ إخوان تحرير جهاد، كل هؤلاء يدعون أنهم على الإسلام. أين هو الإسلام الحق؟ ليس الإسلام الحق في شيء من ذلك. إسلام الحق هو في شيء واحد، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، هذا هو الإسلام الحق، العودة إلى ما كان عليه سلفنا الصالح، كما يقول الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فهذا أول شيء لابد أن تعلم أن الحق واحد لا يتعدد، لا يمكن أن يكون الحق مع هؤلاء وهؤلاء 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 وهؤلاء، خطأ. وكذلك الدعاوى الباطلة بأن الحق موزع، هذا أيضا خطأ. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة، لم يقل لا تزال طوائف من أمتي، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. كذلك الفرقة النادية واحدة فقط، طائفة المنصورة واحدة. وصدق شيخنا الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله الذي قال فيه الشيخ الألباني رحمه الله: حامل راية الجرح والتعديل وبحق في هذه الأزمان هو أخونا الدكتور ربيع ابن هادي المدخلي. ألف كتابا اسمه الآتي: جماعة واحدة لا جماعات، وصراط واحد لا عشرات. فالصراط الحق واحد فقط يا أخوان، سبيل الحق واحد لا يتعدد. لا يمكن أن ترى أناسا مختلفين متنافرين متناحرين وأن يكونوا جميعا على الحق، هذا غير صحيح. ثم أنت تحاول أن تلفق، تقول: والله كلهم طيبون. إذا كانوا مختلفين كيف يقولون طيبين جميعا؟ ما يصلح. ربنا يقول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالمرحومون هم الذين لا يختلفون، أما المختلفون فليسوا مرحومين. فالذين يقولون هذا الاختلاف رحمة، هؤلاء جهلة بالإسلام، ولا يصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال اختلاف أمتي رحمة، هذا حديث باطل موضوع، بل الاختلاف عذاب والجماعة رحمة. الجماعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقط، لا جماعة إلا هذه الجماعة، إمامها محمد صلوات الله وسلامه عليه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن لابد أن تعرف الحق. أول واجب العلم بالتوحيد والعلم بالسنة، وأنه لا معبود بحق إلا الله، ولا طريق للنجاة إلا باتباع طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يتم شيء من ذلك إلا باتباع ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم نقلت هذا الدين لفظا ومعنى. فأول واجب عليك أن تعرف الحق لنفسك وأن تعلمه لزوجك ولأولادك عقيدة صحيحة ومنهج قوي، ثم بعد ذلك يأتي دورك تجاه الآخرين كما سيأتي إن شاء الله. The Sheikh continued by saying, as for our second point, which is in fact two minor points,
da'wah to Muslims and then non-Muslims. He says, Allah subhanahu wa ta'ala says, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. O ye who believe, why is it that you say a word that you yourself do not adhere to? Surely it is a great sin or a great evil deed in the sight of Allah that you say that which you do not do. In this we understand that as Muslims we must learn about Islam and then implement it in our own actions. And once we have learned it and implemented it on ourselves, we must begin to teach it to our immediate family, our wife and our children. We must learn our aqidah, learn our manhaj, learn the sunnah, learn the seerah, learn all these things and pass it along to our wife and our children. For this is how we will instill in them a life of prosperity from now and success in the dunya and in the akhirah. Know the truth and instill it and cultivate it in your family and children. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَالْعَصْرِ. Truly mankind is being led to destruction, is in destruction. Except for those who have belief and work righteous deeds, and those who remind one another and inspire one another to truth and to be patient. What is this truth? It is learning about Allah subhanahu wa ta'ala, learning about this religion, about Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and what he has come to inspire and to teach mankind in a way of having the proper relationship with their creator. Islam, to many people, may contain Khomeini. Some people, when you speak about Islam, Khomeini will be the point of focus. Or Turabi, or the Shia, or the Khawarij, or whatever other group there may be. This becomes their point of reference. Instead of returning it to the point of reference which is most true, which is Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, which is his Sahaba, which is his Tabi'een, which are the scholars who have followed and taught us their example. Imam Malik radiallahu anhu arzah, he said, surely this ummah can attain no success except through what the first of their generation practiced and implemented. You cannot be successful in any other way except in that which Allah had given to his Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, which he taught and showed his Sahaba. He therefore related it to us and passed it down through the generations until it is found in our practices to this very day. The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam says, لَا تَزَالُ طَائِفَةً. There will always remain a group, a people, who will remain upon the truth. They will not be harmed and they will not be disparaged by those who are weak. They will not be disheartened by the disbelievers or those who counter their claim. And they will remain with their strength and belief in Allah subhanahu wa ta'ala until they meet Him. And this group will always be found until the Day of Judgment. Islam will always have this group of people who are in a state of goodness. Also we see, the Shaykh mentions to us the book of Shaykh Rabi' al-Jahad al-Madkhali. And Shaykh Rabi' al-Shaykh al-Albani said he is the bearer and the most prominent one who is practicing al-Jarh wa al-Ta'dil, showing who is reliable and unreliable from the scholars of al-Islam. He titled one of the book, and this is part of the title, it is one sirat, not ten. It is one path to Allah, it's not many. وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. I have made one way to come to me. It is one way, clear and shown, taught to us by Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And this is the only way to reach Allah subhanahu wa ta'ala and gain and be ensured and be sure of salvation. Allah subhanahu wa ta'ala says about those who are disagreeing with one another, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهِ. They shall always remain in disagreements with one another, fighting with one another, except whom Allah has given mercy. Therefore, when you see people disagreeing with one another in the basic tenets of this religion, without valid reason, they have not been given mercy by Allah. The mercy has been taken from them by Allah subhanahu wa ta'ala. For as we know, al-ikhtilaf is punishment. Disagreement, frivolous disagreement, is a punishment from Allah. As for the weak or unfounded hadith that states, ikhtilafu ummati rahmah, the disagreement in my ummah is a mercy, this is an invalid, false hadith. There is no chain of narration, in fact, for it. It's a hadith that is lied about the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. For the true jama'ah, the true people, are those who are upon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam's sunnah, practicing it in the manner that he taught it to his sahaba.
Therefore, the wajib, what is compulsory for you? First, al-ilm, learning, understanding, gaining wisdom. And once you have learned, you must strive to practice it. Allah says in the Quran, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Know that there is only one God that is worthy of worship. This was the first order. You must recognize this, that Allah is the one who is worthy of worship. You must instill this aqidah. And second, you must learn about Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. What has he come with? How has he benefited us? Why was he sent by Allah? Surely it was for a great reason, to change us, to bring us and make us from those who will be worthy of Allah's mercy on the Day of Judgment. And it's not just sufficient to say you follow the sunnah, because how have you learned the sunnah if it is not from his sahaba? Therefore you do with what Allah has said, shown through the actions of his Prophet Muhammad ﷺ, narrated to us through his sahaba. Therefore know the truth, which is the aqidah and the manhaj. قبل القول والعمل. العلم على بصيرة، العلم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى تستطيع أن تعرف من الذي على هذا الحق في هذه الأزمان. فالحق واحد، فماذا بعد الحق إلا الضلال. لا يمكن أن يكون الحق اثنان وثلاثة وأربعة وخمسة وستة. هذا المنهج التلفيقي ليس من الإسلام وليس من السنة. ولذلك كثير من هؤلاء الملفقين يحاولون تمييع العلم، يقول لك العلم موجود في كل مكان ولا بد أن نأخذ من كل واحد حسنته. هذا خلط يسوون بين العالم والجاهل. رجل جاهل يسوونه بالعالم ويقولون هما قرينان. كيف هذا الكلام؟ إذا لم نحترم العلم وأهله لا يمكن أن نفلح، لا في هذه البلاد ولا في غيرها. والعلم يجعلنا نحترم التخصص العلمي. لابد أن نحترم العلماء المتخصصين. عالم يتكلم في فنه لا يجوز أن نناقشه في فنه ونحن لا نحسن هذا الفن. لا ينبغي. أنت الآن تذهب إلى الطبيب، تجلس تختبر هذا الطبيب إيش عنده من العلم. إذا قال لك تحتاج إلى جراحة نفتح بطنك، تجلس تناقشه؟ أنت تذهب تستخير الله عز وجل، تصلي ركعتين وتدعو دعاء الاستخارة، لكن لست عالما في الطب حتى تتكلم مع الطبيب. ثم الأطباء في داخل طبهم عندهم تخصصات، هذا متخصص في العظام، متخصص في علاج الطبيعي، هذا متخصص في الأعصاب. كل واحد يعرف تخصصه ويحترم الآخر في تخصصه. ثم هم في داخل التخصص ليسوا سواء أيضا. هناك عالم كبير في جراحة المخ وواحد ما زال في بداية الطلب. هذا يحترم الكبير، كبر كبر. ولا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن الأكابر. لذلك نقول لا بد أن نكبر. لنا علماء والعلماء لهم مشايخ. كبر كبر. على رأس هؤلاء العلماء كان الشيخان، شيخ ابن باز وشيخ الألباني رحمهما الله. فالذي يسألنا الآن في هذا الزمان أين الجماعة، نقول ما كان عليه الشيخان رحمهما الله من العقيدة والمنهج. كان الشيخان على عقيدة سلفية نقية وعلى منهج سلفي نقي. فإذا أردت الجماعة في هذا الزمان هي عقيدة الشيخين ومنهج الشيخين. هذا ترجمة فعلية واقعية للمنهج الحق، للإسلام الصحيح. أما هؤلاء الذين يقولون لا ندعو إلى التوحيد، التوحيد فرق الناس، فرق المسلمين، لا ندعو إلى السنة ولا نحذر من البدع لأن هذا فرق الناس، هؤلاء ليسوا على عقيدة الشيخين ولا على منهج الشيخين. إذن اعرف الحق تعرف أهله. أول واجب أن تعلم الحق وأن تعلمه لأهلك وأولادك، ثم يأتي بعد ذلك نفع الآخرين. كيف تنفع الآخرين؟ وسأجعل كلامي عن دعوة المسلمين إلى الإسلام الحق وغير المسلمين إلى الإسلام واحدا. أستطيع أن أقول لكم حفظكم الله، الدعوة إلى الله تكون في ثلاث دوائر. هذا أخذته واستفدته من قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، أم القرى ومن حولها. فالدعوة دائما تبدأ من الدائرة القريبة ليس من الدائرة البعيدة. كل واحد منكم يدعو في دائرته، وكل واحد منا حوله ثلاث دوائر. لا يتكلف
في أن يكون فيها. الدائرة الأولى دائرة ذوي القربى أقاربك، الدائرة الثانية دائرة الجيران جيرانك، الدائرة الثالثة دائرة الصحبة زملاؤك وأصحابك وأصدقائك. هذه ثلاث دوائر كل واحد منا يعيش فيها بدون تكلف، أقاربك جيرانك أصحابك. الدعوة تبدأ من هذا القريب. نبينا صلى الله عليه وسلم بدأ يدعو أقاربه وجيرانه وأصحابه، وأنذر عشيرتك الأقربين، لينذر أم القرى ومن حولها. فالدعوة تبدأ من الدوائر القريبة. لا يصح أني جاهل وأسافر من مصر إلى الصين أدعو إلى الله. هل دعوت والدك والدتك عمك خالك؟ لا يصح هذا الكلام. إنما التنقل يكون للعلماء وطلبة العلم الذين يحتاج إلى علمهم. أما الجاهل، جاهل يذهب إلى جاهل، إيش يعمل له؟ ماذا يصنع جاهل الجاهل؟ يزيده جهلا على جهله. فالذي ينتقل إنما هو العالم أو ينتقل إليه، إما أن ينتقل إلى الناس وإما أن ينتقل إليه وإما أن ينتقل كل منهم إلى الآخر. فأهل العلم وطلبته هم الذين يرحل إليهم، فإذا رحلوا رحلنا إليهم استفدنا منهم. العلم يحتاج الناس إليه. أما الدعوة لا، الدعوة كل واحد منكم يبدأ من دائرته القريبة. هذه وظيفة المسلم في هذه البلاد وفي غير هذه البلاد. تدعو أقاربك، تدعو جيرانك، تدعو أصحابك، والدليل وأنذر عشيرتك الأقربين. تبدأ بالأقربين أولا، تبدأ بأقاربك أرحامك بجيرانك بأصحابك. وهنا الدعوة ستكون إلى ماذا؟ إلى نفس ما قلناه في النقطة الأولى، ما تعلمته لنفسك من الدعوة السلفية النقية، عقيدة الشيخين ومنهج الشيخين. لا أقصد بالشيخين البخاري ومسلم الآن، أقصد الشيخ ابن باز والشيخ الألباني، وهما على عقيدة البخاري ومسلم وعلى منهج البخاري ومسلم. فمنهج أهل العلم واحد، العلماء ورثة الأنبياء. ولكن الناس دائما نحتاج أن يعني نوضح لهم أمثلة حية في زمانهم الذي يعيشون فيه. كما سئل بعض أهل العلم من الجماعة، قال لهم أبو بكر وعمر. قالوا مات أبو بكر وعمر. قال فسعيد بن المسيب. قالوا مات سعيد بن المسيب. قالوا نريد في هذا الزمان. قال أبو حمزة السكري جماعة. دلهم على عالم واحد، يعني من كان على عقيدة هذا العالم ومنهجه فهو الجماعة وهو الحق. لا يقصد الشخص لذاته، يقصد ما يحمله هذا الشخص من عقيدة ومنهج. إذن إلى أي شيء ستدعو الناس؟ إلى الإسلام الحق، الإسلام الصافي، الإسلام الواضح، الإسلام على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ليس الدعوات المحدثة، ليست البدع، ليست الخرافات، ليست الشركيات. الإسلام الحق، تدعو إليه أقاربك وجيرانك وأصحابك، وأنت تعيش في هذه الدوائر الثلاثة، وأنا أيضا أعيش في دوائر ثلاثة. أنا أيضا لي أقارب وجيران وأصحاب، وأخونا محمد له أقارب وجيران وأصحاب، وأخونا يحيى له جيران وأقارب وأصحاب. ستجد أن دوائرنا تتداخل بعضها مع بعض، ستجد جاري صاحبك، وستجد قريبي جارك، فيسمع مني ويسمع منك نفس الكلام، نفس الدعوة، نفس العقيدة، نفس المنهج. بهذا ينتشر الخير. دعوة هادئة بالحكمة والموعظة الحسنة بالحجة والبينة والبرهان وبالدليل، ليست دعوة وهمية، بل هي دعوة بالحجة والبيان والدليل والبرهان. ندعو إلى التوحيد ونحذر من الشرك، ندعو إلى السنة ونحذر من البدعة، نحذر من الشرك وأهله ونحذر من البدع وأهلها. هذا هو الإسلام الحق. أشهد أن لا إله إلا الله توحيد، أشهد أن محمد رسول الله السنة،
ثم لا يتم ذلك إلا باتباع سلف الأمة الصحابة. هذه دعوتنا وهذه عقيدتنا وهذا منهجنا، نتعلمه ونعمل به وندعو الناس إلى تعلمه والعمل به، وإن خالفنا كل المسلمين في الأرض وإن خالفنا كل الناس في الأرض لا يهمنا، لا يضركم من خالفكم ولا من خذلكم حتى يأتي أمر الله وأنتم على ذلك. فالدعوة تكون في هذا النطاق القريب، تدعو أقاربك. ما قلنا للناس اعتزلوا الناس، دعوة لا تدعو إلى العزلة. فالذي فهم من كلامي في الندوة أننا إذا كنا سلفيين نعتزل الناس، هذا خطأ. ندعو إلى